كتشوفوا دابا هاد الوضعيه هذه قلناها من قبل، هو انه النسيج العماني ديال مقاطعه من السلطان هش كثير، واننا المنطقه غاده تتعرض لهذا الشيء بحال هذا الشيء. الحمد لله اليوم على انه مره اخرى الالطاف الالهيه انه ما كاينش عندنا وفيات. ايه عندنا جروح ولكن هذا العدد اكثر، راه كما كنقولوا هو انه 1150 دار اللي هي فيها قرارات ديال الهدم كلي او جزئي. لهذا يجب الاهتمام بهذا الموضوع ديال البنايات الآيلة للسقوط. اليوم حنا كنتوجدوا امام واحد المحل اللي هو ما فيهش قرار ديال الهدم. هذا المحل الان اللي كيبان لكم تهدم راه ما فيهش قرار ديال الهدم. القرار ديال الهدم كاين في الدار اللي في جنبو على اليمين، القرار ديال الهدم كاين في الدار اللي على اليسار. حنا غناخذوا قرارات غدا. السيد الرئيس عطى تعليمات، الدكتور تونجون عطى تعليمات على انه غدا في الصباح يتصاوب القرار ديال الهدم سيونس تونونت ويتسلم للشركه. غدا في الصباح ان شاء الله نجيبوا الشركه باش تكون لها تحيد بعض الخطأ على الساكنه، لان كما لاحظتوا اليوم هو ان الناس اللي تجرحوا او تضروا هما ناس اللي كانوا عماره عديزين، ماشي ناس اللي قاتلين في السكن. لهذا هذه الاشكاليه تنطلبوا من الجماعه الحضريه الدار البيضاء انها تدخل بقوه في هذه الاشكاليه ديال البنايات الآيلة للسقوط في هذه المنطقه درب السلطان، لانه منطقه هشه والبنايات والنسيج العماني ديالها قديم. انا تنقول لك بانه عندنا احصاء ديال 1160 دار في مقاطعه درب السلطان اللي هي فيها قرارات ديال الهدم اما كلي او جزئي. اذا فهو رقم كبير وكبير جدا، واظن انه اقتصر اول مقاطعه يمكن في الدار البيضاء ولا في المغرب اللي فيها هاد الحاله ديال النسيج العماني. كاين تدخلات ديال الجماعه لا احد ينكرها، كاين تدخلات في ميدان ديال 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 الدراسات باش نعرفوا واحد الوضعيه ديال البنايات ديالنا، ولكن تيبقى التدخل الاساسي وهو اليوم ملي غادي يخرجوا هاد الناس في غادي يمشيو. خصنا حلول آنية الان لهاد الناس باش يمكن لنا على الاقل نحفظوا الكرامه ديالهم، وهذا هو الاشكال اللي عندنا.